الان مباراه اليوم بين القادسيه والنصر. انتهى الشوط الاول بتعادل فريقين 1-1 بعد ما كان النصر متقدم بهدف سجل عبد الرحمن باني وتعادل القادسيه عن طريق سيف الحشان. مسابقه كاس سمو ولي العهد حفظ الله ورعاه، وقبل النهائي مباراه ذهاب واياب مباراتين لكل فريق. اذا ركله البدايه مع النصر، وهذه كره ملعوبه للقادسيه الان تنقطع توصل على طول الى عصام عمر توصل الى اسماعيل عصام فايل، توصل مره ثانيه من محمد سلامه الى اسماعيل، لكن فاول على سعود انصاري. يتركها فيصل العنزي الى عمل فاول على اللاعب طبعا محمد سلامه. عادل حمود مشي له كره، عادل الى اسماعيل الى فيصل العنزي، لكن كره برا الملعب تطلع برا الملعب، ركله مرمى لصالح فريق القادسيه. صالح الشيخ الى احمد ابراهيم الى عمر السومة، احمد الرشيدي، سعود الانصاري، كيتا، سعود الانصاري الى كيتا رجعها الى احمد ابراهيم، عمر السومة، ميشيل، صالح الشيخ، اسماعيل عجبي، اسماعيل تنقطع الكرة توصل، بالاساس كان متسلل لاعب القادسية، فبالتالي موقف تسلل على القادسية. او فاول ممكن. اذا كرة راح يلعبها حارس المرمى محمد هادي. محمد كيتا، عمر السومة، يلعبها عمر السومة الى سيف الحشان، يقطع عصام فايل الى عادل حمود الى حارس مرمى محمد هادي، طويلة من محمد هادي توصل، وعبد الرحمن باني وفاول، وهل ياخذ انذار فيها؟ انذار على الاخوين خالد واحمد ابراهيم ابناء المدرب محمد ابراهيم. الان الاثنين عندهم انذارات. اذا انذار خالد واحمد، وطبعا وضعهم يكون حساس مثل ما قلنا، اي مدافع لما يعمل انذار فبالتالي اي فاول او اي لاعب يمر من ناحيته حتى اشتراكه باللاعب يكون وايد حذر، فبعض الاحيان يضطر ان اللاعب اذا متقدم بسرعه فما يدري له، فبالتالي يترك الفرصه للاعب الثاني. اذا عبد الرحمن باني سجل من فاول، عادل حمود راح يلعبها ولا عبد الرحمن باني الثانية من فاول عبد الرحمن، وتطيح على طول فاول على عصام فايل، فاول صح قبل لا يصفر الحكم، واضح لنا في دفعة واضحة صحيحة، في دفعة من عصام فايل. حلوة الكرة على طول صدها الحارس، شوف الحكم الرابع في الخلف، في دفعة واضحة. فاول على احمد ناصر. صالح الشيخ كيتا الى صالح الشيخ، مرفوع ناحيه عصام عمر السومه، يبعدها احمد ناصر، كيتا الى سعود الانصاري الى فهد الانصاري، كره معاه يرجعها الى سعود، حاول يغيرها الى محمد، الى احمد ابراهيم، الى خالد ابراهيم، الى احمد تلعب طويله، اذا
فهد انصاري مقطوعه الى ميشيل بعد ما انقطعت من فيصل العنزي. ضاري سعيد، ضاري يرفع له كره ناحيه عمر السومه، سيف الحشان لكن بيد حارس المرمى محمد هادي، حلو نزلها عمر السومه، حلوه الكره. محمد سلامه، مبارك البناي رفع حلوه من مبارك، كره طويله الى اسماعيل عجمي، الى عبد الرحمن باني، عبد الرحمن باني ناحيه اسماعيل حواس، الى عادل حمود، عادل حمود يمشي كره صح ناحيه اليمين الى فيصل العنزي، حاول يرفع واذا رفعها صح فيها خطوره، فيها خطوره ولا زالت، ولكن ضاري سعيد يبعدها بالاخر لحظه على طول. صالح الشيخ يحاول يلعب له كره، عبد الرحمن مبارك البناي، مبارك يلعبها الى عبد الرحمن باني، عبد الرحمن يتقدم وشايت قويه قويه وشويت، عبد الرحمن باني يقلق دفاع وحارس مرمى القادسيه، قلق يعمل له قلق، شوف شوف، لكن تطلع الكره برا الملعب. حارس المرمى احمد الفضلي الى خالد ابراهيم، صالح الشيخ، ضاري سعيد الى ضاري يبعدها ويقطعها احمد حواس بلمس للكره طبعا بشكل اللعب، يبعد احمد حواس الى كورنر، كورنر القادسيه، كورنر كورنر راح يلعبها سيف الحشان، راح يلعب الكره يبعدها محمد هادي، هذه الدفعه اللي كانت من ايضا عصام، توصل ويتقدم وهجمه اسماعيل العجمي، ويتقدم اسماعيل، واسماعيل العجمي ومعاه في الجهه الثانيه عبد الرحمن باني، ويلعبها ويبعدها الدفاع احمد ابراهيم خالد ايضا في التغطيه، وهناك فاول على النصر لصالح فريق القادسيه. فهد الانصاري كيتا الى سعود، وهذه اعاده وهذه كره ملعوبه، شوف للفاول ايضا اعاده على اللاعب توصل اللي هو عصام فايل. صالح الشيخ، ضاري سعيد، ضاري سعيد يرفع له كره، ضاري بعيده وتطلع الكره برا الملعب، برا الملعب. ثمان دقائق من الشوط الثاني، ثمان دقائق، 1-1 تعادل، تقدم النصر في الدقيقه طبعا لما سجل عبد الرحمن باني في الدقيقه 27، تعادل في الدقيقه 40 سيف الحشان، هذا محمد ابراهيم مدرب فريق القادسيه طالع ساعته طبعا على اساس انه هل في تسخين لاعبين او تغيير، كل الامور هذه وارده بالنسبه لاي مدرب. هذه كره ملعوبه، فهد الانصاري يبعدها لاعب احمد الرشيدي لبر الملعب، هذا جاريدو مدرب فريق النصر، شدور طبعا وتفكيره كل الامور هذه ملعوبه من احمد، من خالد ابراهيم الى احمد، الى حارس المرمى احمد الفضلي، طويله عصام فايل، عادل حمود، احمد حواس، احمد حواس عبله كره الى محمد سلامه، محمد سلافه، محمد سلامه، لكن في حكم برا تقول ما فيه شيء، رمية تماس تطلع طبعا ماسكه، كان ضاري شوف ماسكه صحيح، في سحب من ضاري لكن ما ثبت لانه بطريقه فيها نوع من الذكاء، يعني مو مبين ايده واضحه. هذه عمر السومر، سيف الحشان، ميشيل، عمر السومر، عمر، صالح الشيخ، رمية تماس لصالح فريق القادسيه، رمية تماس الى سيف الحشان، صالح الشيخ، كيتا الى احمد ابراهيم، صالح الشيخ يرفع له كره صالح، ولكن
كانت عند الانصاري فهد ما تصلحت بعد ما تصلحت من دفاع نادي السالمية. الانصاري امام الكرة لكن لعبها الحارس الغد مرمى محمد هادي. كرة مرة ثانية تلعب الى كيتا، كيتا يرفعها الى عمر السوم ياخذها على سفره وشايتها لكن صدها ويبعدها فيصل العنزي. توصل بدل القادسية الان يعني هجم وشكل خطورة على مرمى النصر. ملعوبة للنصر الى محمد سلامة الى عبد الرحمن باني. اسماعيل طالع له توصل لكن بيت حارس المرمى احمد الفضلي. صالح الشيخ الى سيف الحشان، سيف يتقدم بالكرة الى ميشيل الى سيف. يا سلام يا سلام على الجول، يا سلام على الذكاء في جول مثل هذا. حلو من سيف الحشان يلعبها بشماله بطريقة عالية بذكاء مو قوة. ليس بالضرورة الانفراد القوة، انما الذكاء يستعمل في الانفراد اكثر من القوة. وبالفعل ينطط كرة ويلعبها. شوف 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 لعبها صعبة، لعبها صعبة سيف الحشان، لعبها صعبة سيف الحشان. شوف 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 بالشمال مع ميشيل في الدقيقة 10. شوف واحدة والثانية بالشمال بالشمال وجول بالدقيقة 10. إذا سيف الهدف الثاني، سيف الحشان في الدقيقة 10 يعني في الدقيقة 55 من عمر المباراة، 55 من عمر المباراة سيف الحشان. القادسية واحد النصر، اثنين القادسية، واحد النصر. بعد ما كان متقدم النصر في الشوط الأول في دقيقة 27 عبد الرحمن باني من فاول. عصام فايل، عصام فايل في لاعب شايفه يجهز نفسه، لاعب خط وسط بالقادسية. صالح الشيخ، ضاري سعيد حاول يموه، كرة توصل إلى ضاري سعيد، ضاري إلى ميشيل، ميشيل إلى صالح الشيخ، صالح كيتا، كيتا ناحية سعود الأنصاري إلى خالد إبراهيم. سيف على طول يلف على حاد الحمود وبينية مع ميشيل، ميشيل الله ضاعت، ضاعت على ميشيل لكن حلوة، كرة حلوة شايتها بالزاوية البعيدة. إذا لا زالت النتيجة 2-1 أرضية. شوف تمريرة سيف، شوف تمريرة سيف وشوف والله كأنها لامسة القائم. شوف رايحة الزاوية، رايحة الزاوية صح لكن تطلع وتاخذ معاها بطول الماي اللي برا ومن قوة الكرة ايضا. اذا احمد الظفيري محمد ابراهيم يعطي يعني التعليمات، يرجعها صالح الشيخ. من راح يطلع؟ هل صالح الشيخ او فهد الانصاري؟ احد الاثنين ممكن، احد الاثنين ممكن كتوقع. كيتا، ضاري سعيد، سيف الحشان يقطع له كرة، يلعب له كرة يقطعها منه، يقطعها أحمد ناصر. عادل حمود يلعب له كرة إلى أحمد ناصر. أحمد حواس يغير على طول، مبارك البناي، مبارك ضاري سعيد، كيتا، فهد الانصاري، سيف الحشان يلعب له كره لكن مقطوعه، توصل الى سعود الانصاري، سعود الى فهد، فهد الانصاري كره معاه وهجمه القادسيه وحاول يتقدم سعود الانصاري، ويتقدم سعود الى سيف الحشان يلعب له كره الى صالح الشيخ، صالح الشيخ يصلح له كره مع ميشيل، مع صالح الشيخ مره ثانيه، صالح الشيخ يرفع له كره يبعدها عصام فايل إلى عادل حمود، عادل حمود كرة معاه كيتا، سعود الأنصاري تقدم، سعود الأنصاري تقدم الكرة معاه وتوصل لكن بيد حارس المرمى محمد هادي. في تغيير النصر أيضا، في تغيير، في تغيير النصر. هذه عادة
اثنين مشترك عادي يعني بين الاثنين اصطدموا بعض. جعفر ملعوبة إلى أحمد إبراهيم. إذا راح يلعب ألكسندر برازيلي الجنسية رقم 11 ألكسندر. إذا تغيير الظاهر راح يلعب بزيادة هجوم أو يبي يلعب بهجوم صريح. النصر هذه كرة مرفوعة ناحية فهد الأنصاري وتلعب يبعدها دفاع النصر توصل مرة ثانية سيف عشان يقطع له كرة فهد الأنصاري تنقطع من فهد مبارك البناي يقطع له كرة وياخذها مع أنه أطول خالد إبراهيم لكن يقطعها لكن بالأخير بعد ما انزلت يقطعها كيتا يلعبها كيتا مع الأنصاري هنا صالح الشيخ بعد ما لعب أحمد إبراهيم توصل يقطعها لكن في تغيير في تغيير في تغييرين راح يطلع 28 اللي هو سلامة محمد سلامة يلعب ألكسندر بدل محمد سلامة محترف طبعا ثلاث محترفين اثنين عمانيين وطلع طبعا ايضا التونسي والمغربي صالح الشيخ راح يطلع صالح الشيخ يلعب مكانه احمد ظفيري الى احمد ظفيري كره مع احمد الى ضاري سعيد سيف الحشان سيف يلعبها بكعبه لكن تطلع وحاول يلعبها تطلع الكره الى برا الملعب صالح فهد الانصاري سيف ضاري سعيد بكعبه كيتا احمد ابراهيم الى خالد خالد يلعب له كره الى ضاري سعيد ضاري الى احمد ابراهيم سيف ميشيل فهد الانصاري الى ضاري سعيد كيتا فيصل العنزي حاول يترك الكره الى رميه ركلة مرمى للنصر ركلة مرمى يعني طبعا أكيد درجة الحرارة وانخفاض درجة الحرارة يعني أيضا مؤثر على عدم حضور الجمهور واحنا ايضا بالتالي نقول ايضا للابهات والامهات خصوصا حق الاولاد غدا بالنسبه ايضا المدارس وايضا يديرون بالهم على العيال لانه مهم جدا اللبس لانه برد خصوصا اليوم درجه الحراره المساء 4 الصبح 9 كانت او 8 كره ملعوبه للقادسيه المتقدم 2-1 على النصر الى فهد الانصاري الى كيتا مقطوعه بعد ما قطعها الكسندر الى كيتا بعد ما لعبها ايضا احمد ابراهيم وتوصل الى كيتا عادل حمود عبد الرحمن باني سيف بكعبه كيتا ضاري طالع له يلعبها الى ضاري كيتا كره حلوه ينقلها الى ضاري الى فهد الانصاري الى ضاري سعيد ضاري سعيد أحمد الظفيري إلى ضاري سعيد ضاري عمر السومة طالع له ويؤشر لبيدة إلى عمر السومة لكن كرة الطول ميشيل يحاول يحصلها ويحصلها قبل لا تطلع ميشيل ويلعب له كرة لكن يبعدها أحمد الرشيدي توصل عادل حمود النصر عادل فيصل العنزي احمد ظفيري نازل مع باني
سيف الحشان، احمد ظفيري، كره نقله على طول، لكن حارس المرمى محمد هادي قراءته سليمه على طول باتجاهها وياخذ الكره. احمد الحواس، احمد حواس، احمد فاول، فاول، فاول على فهد الانصاري. احمد ناصر، اسماعيل عجمي، اسماعيل يحاول يتقدم، اسماعيل الكسندر، الكسندر، لكن تطلع الكره الى ركله مرمى لصالح فريق القادسيه. ركله مرمى ركله مرمى سيف الحشام من الظفيري الى سيف يلعبها، لكن ما تمشي الكره الى الظفيري، توصل الى كيتا مقطوعه، كيتا الى سعود الانصاري، سعود الانصاري 20 21 دقيقه وباقي 24 على نهايه المباراه، مباراتين، مباراه ذهاب واياب بين النصر والقادسيه، هذه المباراه الاولى بين الفريقين على استاد محمد الحمد بنادي القادسيه. شايد فهد الانصاري لكن وين، بعيده وعاليه، والمباراه الثانيه ستكون على استاد علي صباح السالم بنادي النصر الرياضي. طبعا 17 12 طبعا المباراه الثانيه بالنسبة أيضا للعربي والكويت نفس التاريخ، وتعادلوا اليوم الكويت والعربي 1-1 بعد ما كان العربي متقدم لغاية الدقائق الأخيرة. هذا جاريد مدرب فريق النصر، هذه كرة ملعوبة للنصر مقطوعة، عادل حمو أحمد حواس إلى ألكسندر لاعب البرازيل المحترف مع فيصل عنزي، لكن يلعبها إلى مبارك البناي، مبارك ألكسندر إلى مبارك، إلى ألكسندر، إلى فيصل عنزي، وفيصل يلعبها، الكسندر يحاول يتقدم، الكره معاه ويلعب له كره لكن يقطعها ضاري سعيد، واسماعيل العجمي، اسماعيل، اسماعيل يمشيها الى احمد حواس، احمد حواس يغير له كره الى العنزي، فيصل، فيصل العنزي يعدي بين الاثنين والكره معاه ويلعبها على طول، وخطره للنصر توصل، وخطره للنصر، ولكن لحد الان فيها خطوره، وشايت عبد الرحمن باني حاول يلعبها بطريقه لكن ما تلبس معاه بشكل سليم على الجول، يعصب على الكره ويقول طبعا في الامام وعصب، ولكن تطلع الكره الى برا الملعب. شوف الكره، هذه الكره يبون النصر ضربه جزاء، كي تحط ايده طبعا، وايضا خالد او احمد ابراهيم، وهذه كره من باني، لكن حكم مرات يقول ما فيه شيء، وهذه كره ملعوبه للقادسيه 2-1 النصر، وهذه هجمه للقادسيه، هجمه في جول من له لأحد الفريقين، أكيد أكيد ماكو فريق ثالث لكن مقطوعة، مقطوعة، هجمة للنصر وهجمة للقادسية، يعني كل فريق، وهذه كرة ملعوبة، عادل حمود يتركها، عادل حمود إلى عصام فايل، لكن توصل إلى مبارك البناي، مبارك يلعبها وين، خاطئة جدا. محمد ابراهيم ايضا يوجه لاعبينه، وهذه كره اللعب الى سعود بعد ما لعبت من سيف، سعود الانصاري يتقدم، سعود الى الظفيري، الى سعود، وهجمه للقادسيه، ولكن يقطعها احمد الرشيدي بقراءه سليمه وتغطيه، توصل اسماعيل العجمي مع كيتا، اسماعيل كعبها لنفسه وحاول يغير، حاول يغير اتجاه الكره الى مبارك البناي، مبارك الى عادل حمود، عادل حمود، باني طالع له، عبد الرحمن باني، ضاري سعيد، ويلعبها تطلع الكره الى برا الملعب، رميه تماس لصالح فريق النصر. اذا النصر يريد التعادل بعد ما كان متقدم 1 لا شيء، تعادل القادسيه وسجل القادسيه الثاني، انتهى الشوط الاول بتعادل الفريقين 1-1. هذا جاريدو مدرب النصر، هذا عبد الرحمن باني، كره معاه ويتقدم عبد الرحمن، ويعدي عبد الرحمن ويلعبها عرضيه، لكن تعدي وتطلع الى رميه تماس في الجهه الثانيه. رميه تماس للقادسيه. سعود الانصاري الى احمد، خالد ابراهيم في الجهه الثانيه، الى خالد مره ثانيه، خالد ابراهيم يلعب له كره الى كيتا. سعود الانصاري الى فهد، فهد الى ضاري سعيد، إلى سيف، إلى ضاري، إلى فهد الأنصاري، إلى كيتا، سيف الحشان،
مع ميشيل، ميشيل مع سعود الأنصاري ظفيري، لكن تطلع الكرة سهلة برا الملعب إلى ركلة مرمى لصالح النصر. إذن 25 دقيقة باقي 20، التغييرات الآن من له راح تكون وعلى حساب أي لاعب، والتغيير القادم سيجري أو يغير من مجرى المباراة. 2-1 للقادسية، ضاري سعيد يلعبها برا الملعب، برا الملعب رمية تماس للنصر، أحمد ناصر إلى عبد الرحمن باني، رمية تماس مرة ثانية للنصر، للنصر رمية تماس، رمية تماس راح يلعب أحمد ناصر رشيدي، أحمد ألكسندر يقطعها كيتا، تلمس في كيتا بإيده، يقول له علي، يقول له علي عليك، يقول له إيه أنت أكو غيرك كيتا، قال له لا خلاص ما في كيتا واحد. لمست يد، شوف هني، هني لما حط إيده بإيده اليسار، طبعا طبعا هني لمست صدره الإيد. إذن كرة خطرة على القادسية لصالح النصر، لصالح النصر راح يلعبها أحمد حواس، والدفاع النصر الكل تقدم خصوصا يمتازون بالكرة العالية، أحمد الرشيدي وعصام فايل وإسماعيل العجمي واحد من الثلاثة اللي ذكرناهم، لكن ميد حارس المرمى كرة حلوة لعبت وخطف أحد المدافع اللي تقدمه إسماعيل وأيضا الرشيدي، لكن ما تمشي الكرة أو ما يحصلها، تطلع الكرة، فرصة ضاعت على النصر، ممكن كان يخطف أي لاعب، لكن التعادل ولا زالت النتيجة 2-1 متقدم القادسية كأس سمو العهد قبل النهائي. توصل برا الملعب رمية تماس، ضاري سعيد، كيتا إلى ضاري، ضاري سعيد، عادل حمود، عادل حمود يلعبها عادل إلى ألكسندر، ألكسندر كرة معاه، ألكسندر كرة ملعوبة، يقول حكم المباراة ما فيها شيء، إلى ضاري سعيد، ضاري سعيد يقطعها عادل، يكملها أيضا مبارك، يلعب له كرة إلى إسماعيل العجمي، إسماعيل العجمي حاول يرجع له كرة إسماعيل إلى عادل حمود، عادل حاول يغير له كرة، عادل حمود وكرة يلعبها ويغيرها على طول إلى كرة من صالح، يقول له صحيح في فاول لكن من صالح النصر، بدل ما يوقف الهجمة، فيصل العنزي مع باني إلى فيصل العنزي، حلوة ملعوبة عرضية ولكن تعدي ويبعدها ضاري سعيد في اللحظة الأخيرة، فرصة كانت للنصر، فرصة كانت للنصر، كان ممكن شد عضلي الآن، شد عضلي على أحد أبناء محمد إبراهيم، طبعا الاثنين يتشابهون، أحمد إبراهيم الظهر، شوف هذا عدت وعدت، هذا ضاري وهني حاول يلعبها، هذا عادل حمود اللي لعب له كرة تغيير بشكل حلو أيضا، هذه كرة ملعوبة لنصر، فيصل العنزي، عادل حمود يلعبها بطريقة حلوة لنفسه، عادل، عادل حمود طالت منه الكرة لكن توصل ناحية عمر سومة يقطعها، أحمد الرشيدي إلى برا الملعب، رمية تماس لصالح فريق القادسية، و 29 دقيقة باقي 16 دقيقة على نهاية المباراة، والقادسية في تقدم 2-1 على النصر في مباراة ذهب النصر أو الإياب والذهاب طبعا، أو الذهاب للنصر والإياب للقادسية، لأن راح تكون مباراة الثانية على نادي النصر، فراح تكون القادسية هو اللي راح، وهذه كرة ملعوبة ولكن بيد حارس المرمى محمد هادي، محمد تغطيته سليمة أيضا ولعبها ميشيل بطريقة حلوة، لاف جسمه على طول توصل إلى كيتا، كيتا يلعب إلى سعود الأنصاري، سعود إلى خالد إبراهيم، خالد إلى أحمد إبراهيم، يلعبها أحمد لكن بالخطأ تنقطع إلى أحمد ناصر، أحمد ناصر يتقدم أحمد إلى ألكسندر، ألكسندر يغير على طول إلى فيصل العنزي، بدأ يستغل ناحية اليمين فيصل العنزي وراح يرفع الكرة، هاي الكرة الثانية بأقل من دقيقتين وترفع، لكن كيتا اللي راجع وتوصل الكرة إلى أحمد الفضلي حارس مرمى نادي القادسية. طويلة ملعوبة، وصل عصام فايل
كيتا كيتا ويطالبون بفاول لصالح النصر احتياط ومديرين فريق النصر. طبعا اللي هم طبعا اللي كانوا اللي هو مدير فريق وليد سليمان ومشرف علي مالح وايضا مدير الكره خالد شريد، الكل يعني يحاول يعني طبعا. وهذه كره ملعوبه سريعه طبعا شريده طبعا بماليزيا لكن هو مدير الكره بالاساس. وايضا كاسب غافل ايضا موجود، هو كان مساعد وكان لاعب نادي النصر سابق. هذه كره ملعوبه سريعه للقادسيه. سعود الانصاري، سيف الحشان، توصل ملعوبه على طول الى احمد الرشيدي، الى فيصل العنزي، فيصل العنزي الى عبد الرحمن باني، عبد الرحمن يلعبها توصل الى خالد ابراهيم، فيصل فهد الانصاري، فهد الانصاري، سيف الحشان حاول يلعب له كره الى ميشيل، ميشيل يحاول يشوت لكن عاليه، سيف طالع له لكن ميشيل يشوت له كره عاليه تطلع برا الملعب. الكره كان ممكن يمرر الكره الى سيف لكن اعتذر من سيف، هو واضح شوف شايت له كره عاليه. اذا ركله مرمى للنصر، ركله مرمى صراحه برد يعني، لا بقى المصورين مبردانين، لا بقى الجمهور، لا بقى احنا ميندين سكتوا بس خلاص يعني، حتى الفروه يبناها ما خلينا شيء. وكره ملعوبه سريعه الى عبد الرحمن باني، عبد الرحمن كره معاه، عبد الرحمن تلعب الى الكسندر، الكسندر وكره ملعوبه ولكن تنقطع من دفاع القادسيه الى ضاري سعيد، ضاري سعيد الى سيف الحشان، سيف الحشان ناحيه فهد الانصاري، فهد الانصاري كره معاه. الى خالد ابراهيم، كيتا، عمر السومه الى ميشيل، سيف الحشان كره معه وحاول يشوت لكن مقطوعه. عصام فل الى عمر السومه حاول يشوت له كره الى سيف الحشان لكن مقطوعه. فيصل عنزي، كيتا يقطع له كره توصل الى احمد ابراهيم، الى فهد الانصاري، فهد الانصاري الى ضاري سعيد، الجول قرب من له. يا كرة عكسية للنصر يا القادسية بضغطة لكن تطلع الكرة إلى برا الملعب. ركلة ركنية كورنر، ركلة ركنية كورنر، كورنر. هذه الكرة بعد ما لمست آخر لاعب أحمد حواس. يا بكتاف هني ضاري طبعا خلاص تطلع الكرة لكن كورنر في لاعب طايح في ارض الملعب اللي هو سلامات لاحمد. ناصر الرشيدي كابتن الفريق، كورنر كورنر، كرة ملعوبة من سيف يبعدها عادل حمود، توصل التصلح من ضاري الى احمد ظفيري، شايت احمد ظفيري لكن بعيدة تطلع الكرة، ما هي بعيدة انما نوعا ما، ولكن تطلع الكرة الى ركلة مرمى ركلة مرمى لصالح فريق نادي النصر. الدقائق ال 11 الأخيرة، دقائق ال 11 الأخيرة على نهاية القادسية. الآن استدعى مدرب الفريق الظاهر طلال عامر، هل راح يطلع ميشيل على أساس أنه يعني حافظ على وسط الملعب ويحافظ على النتيجة، أم أنه يطلع ممكن يكون فهد، وضاعت على عمر السومه حطها بالزاويه البعيده، تفكيره سليم انها ما طلعت الكره برا الملعب بعد ما حطها في زاويه صعبه على الحارس ايضا، ولكن البديل الان من راح يطلع؟ ممكن يكون فهد الانصاري، ممكن يعني ايضا او مهاجم ميشيل مثل ما قلنا. ملعوبة طويلة من حارس المرمى محمد هادي، تعدي من اسماعيل، كيتا يلعبها مقطوعة، احمد ناصر، اسماعيل عجمي،
كيتا الى سعود الانصاري. سعود الانصاري يلعب له كره مع احمد ظفيري الى سعود. سعود الى عمر السومه ينزل ياخذ له كره الى سعود الانصاري وخطره خطره لكن يبعدها احمد الرشيدي في اللحظه الاخيره وهو طايح سلايت ويقطعها الى كورنر. ممكن يكون لاعبين راح يغير القادسيه ممكن لاعبين. شايف خالد القحطاني ايضا راح يلعب. خالد القحطاني كره ملعوبه يبعدها عصام فايل. كيتا كيتا يحاول يلعب له كره مع سعود الانصاري. سعود الى سيف الحشان. سيف يرفع له كره سيف ناحيه فهد الانصاري لكن عمر السومه توصل الى عصام فايل. عصام وخالد ابراهيم يعمل فاول او احمد احد اللي هو خالد رقم احمد ابراهيم. احمد ابراهيم اللي متقدم كان بالركنيه هذا دفع من الخلف طبعا فاول. اذا القحطاني ممكن احتمال يطلع احد الاخوين احمد ابراهيم او خالد ابراهيم احتمال. والنصر ايضا لاعب راح يغير راح يلعب عبد الرحمن عوض من النصر. عبد الرحمن عوض يلعبها محمد هادي. اسماعيل العجمي خلفيه. ضاري سعيد يلعبها فهد الانصاري. عمر السومه احمد ناصر. احمد ناصر يلعب له كره ناحيه عبد الرحمن باني. عبد الرحمن بالاخير قال اقرب لي برا الملعب لعبها وراح يطلع الان احمد حواس اللي عنده انذار ايضا. فلعب عبد الرحمن عوض رميه تماس احمد ناصر رميه تماس عبد الرحمن ومرفوعه لكن بيد احمد الفضلي وراحت في العرض فوق خذها وهي لافه توصل الى احمد سعود. لاعبين الظاهر من القادسيه. كيتا يلعبها الى سعود. سعود الانصاري تقدم. سعود كره مع سعود الانصاري توصل عمر السومه لعب له كره على طول في الزاويه لكن تطلع الكره. راح يطلع ضاري سعيد ايضا. ضاري سعيد راح يلعب بالقحطاني. راح يطلع خالد القحطاني. اذا خالد القحطاني طلع الظفيري. سعود الانصاري في الجهه الثانيه. يعني الظهيرين الايسر والشمال واليمين فراح يوقف عشان يوقف ايضا تقدم او الاطراف فيلعب. طبعا ما لعب طلال عامر باك يمين وهذه طبعا شغله غريبه لان هو يلعب لاعب وسط ضاري طلال عامر يلعب لاعب وسط فبالتالي وهو ما يمتاز بالسرعه ايضا طلال عامر لكن هو مدرب الفريق هو يرى انه ممكن يسكر المنطقه. سلامات وبالسلامه راح يرجعها طبعا اللاعب عادل حمود الى حارس المرمى القادسيه. عمر السومه رشيدي براسه سيف الحشان. سيف يحاول يعدي كورنر لصالح القادسيه. سيف الحشان حاول طلعها طبعا احمد ناصر بيد حارس المرمى محمد هادي. اذا الخمس دقائق الاخيره كيتا كيتا يلعبها مع خالد القحطاني. خالد واحد شباب
اي لا عمر السومة مقطوعة، رايت القحطاني ترجع الى فهد الانصاري الى كيتا، كيتا كيتا يسحب له كرة وتنقطع الكرة الى عبد الرحمن باني ووضع خطة باثنين ضد اثنين وكرة خطرة تعتبر، وبكعبة يلعبها الى عبد الرحمن باني لكن يقطعها طلال عامر في اللحظة الأخيرة، ممكن كان يخطفها عبد الرحمن وكانت خطرة لصالح فريق النصر. هذه كرة ملعوبة على طول للغادسية، إذن هجمة يعني ممكن يسجل الغادسية ممكن يسجل النصر، أمر محتمل. وهذه كرة ملعوبة إلى طلال عامر، طلال يلعب له كرة إلى ميشيل بصدره ميشيل إلى الأنصاري لكن يبعدها عادل حمود إلى رمية تماس لصالح الغادسية. كرة حلوة على طول كان ممكن يسكنها بصدره ويلف لكن أيضا تصريحة جيدة لكن كان ما استفاد من الكرة. إذا 41 دقيقة الآن، في تغيير للنصر الأخير نصر، يعني واحد يسأل إذا كانت النتيجة 1 للغادسية 1 لا شيء للغادسية، كرة شايتها عمر السومة لكن برا الملعب حلوة كانت، طبعا 1 لا شيء ملعب النصر لصالح النصر هو اللي يتأهل المباراة النهائية مع من يقابل الكويت ولا العربي المتعادلين بمباراتهم الأولى 1-1. المباراة الثانية ستكون بين الأربع فرق أيضا تاريخ 17-12. 2-1 إذا انتهت المباراة راح يكون ركلات ترجيح بين القادسية والنصر، إذا تعادلوا العربي أيضا والكويت 1-1 راح تكون ركلات ترجيح. كرة ملعوبة لمحمد هادي، كيتا يرجعها عصام فايل إلى فيصل عنزي، توصل إلى ألكسندر إلى مبارك البناي، لاعب أيضا جيد ولعب عمل مجهود حلو اللي هو مبارك البناي، وهذه كرة حلوة ملعوبة من عبد الرحمن باني إلى ألكسندر، ألكسندر مع مبارك البناي، مبارك البناي يحاول يتقدم، كرة مع مبارك يلعب له نغلة نغلتين معاه، وكرة مع اللاعب إسماعيل العجمي، وإسماعيل يلعب لها إلى العنزي راح يتنمين ويحاول يرفع له كرة وإسماعيل العجمي ينزلها لكن لا زالت ألكسندر لكن بيتحرس المرمى. احمد الفضلي ناصر الهاجر راح يلعب، اذا عادل حمود يقطع احمد الرشيدي الى عادل حمود يسحب له كره بهدوء ويلعب له كره الى ألكسندر، بدا يضغط النصر الان ويحاول يتقدم ويلعب له كره عرضيه مع فيصل عنزي. المباراه في اخر دقائقها في احتمال تكون اي مفاجات، وهذه كره ملعوبه وخطره وتلعب ولا زالت باني ويلعبها لكن بالخطا من عبد الرحمن باني الى كيتا الى سيف الحشان، ممكن للغادسية الان وهذه كره ملعوبه ناحيه ميشيل لكن فاول على ميشيل. اثنين يعني مثل ما يقولون تشربكت اللاعب الثاني، وبالتالي خلاص فاول على ميشيل. راح يطلع اسماعيل العجمي ناصر الهاجر الان راح يلعب. النصر طبعا يحافظ على دفاعه لسبب واحد، يقول لك انا ممكن العب على فرصه واحده اللي هو افوز في المباراه القادمه على القادسيه 1 لا شيء واوصل الى النهائي. هذا طبعا خطه يراها المدرب جاريدو، وهذه كره توصل ولكن مقطوعه الى خالد القحطاني 44 دقيقه تقريبا، الى الظفيري الى فهد الانصاري، فهد يلعب له كره سيف الحشان لكن في فاول على النصر، صحيح فاول اذا فاول شوف دخول يعني داس على الريلة، ما كان طبعا انها فيها ذيك الخطورة انما ممكن لمس الريل ففاول. راح يلعبها عمر السومة 44 دقيقة وداخلين على الدقيقة الأخيرة، احتمال يكون 3 إلى 4 دقائق، وتوقع 4 دقائق ممكن يكون 4 دقائق وقت بدل ضايع على نهاية يعني أو نهاية المباراة بعد نهاية 45. وعمر السومة يضيف هدف ثالث، عمر السومة يلعبها لكن بيد حارس المرمى محمد هادي أيضا أدى دور كبير في مباراته، والدقائق الآن خلصت 45 تقريبا على 20 ثانية. هذه الإعادة شوف حاول لكن وهو رايح بكل هدوء حارس المرمى محمد هادي، كيتا يلعبها لكن تمدي وتكمل الهجمة
عبد الرحمن باني، عبد الرحمن راح يرفع، حاول يرفع عبد الرحمن ويغير، يغير مع طلاء عوض، احمد ناصر، ثلاث دقائق وقت بدل ضايع. اذا ثلاث دقائق فاول على طلاء العامر، فاول دفع اللاعب عبد الرحمن عوض. اذا اربع دقائق، ثلاث دقائق وقت بدل ضايع، توقعنا اربع، انما ايضا هو الحكم مرات اكيد هو عند الوقت هو الميقات الوحيد، احنا مجرد توقعات وهذه قابلة للخطأ وقابلة للصواب. وهذه كرة ملعوبة من عادل حمود يرفع له كرة، وناصر الهاجري تقدم، وكرة ملعوبة دفاع القادسية اللي هو أحمد إبراهيم أو خالد يبعدها، كرة توصل إلى عصام عمر إلى ظفيري يلعب له كرة، تنقطع الكرة إلى الهاجري إلى ألكسندر كرة معاه ويتقدم الكسندر، كرة مع الكسندر إلى عبد الرحمن باني كرة ملعوبة على طول إلى كرة حلوة من عبد الرحمن إلى العنزي إلى عبد الرحمن عوض شايت، لكن اللحظة الأخيرة ينقذها أحمد الفضلي. حلوة كانت فكرتها من عبد الرحمن عوض، أحمد الفضلي طويلة، ثلاث دقائق وقت بدل ضايع، يقطعها مرة ثانية إلى الأنصاري، ثلاث دقائق من الشوط الأول أعطى ثلاث دقائق، والشوط الثاني أعطى ثلاث دقائق وقت بدل ضايع، وهذه كرة من القحطاني إلى أحمد الظفيري، وآخر دقيقة تقريبا على نهاية المباراة، وطلال العامر يرفع له كرة وتعدي من سيف الحشان إلى فهد الأنصاري، لكن مقطوعة طلاء عبد الرحمن إلى أحمد ناصر يلعبها طويلة، أحمد ناصر إلى ألكسندر وكرة إلى عبد الرحمن وخطرة، وألكسندر طالع له يلعب إلى ألكسندر، لكن عدت من ألكسندر إلى حارس المرمى أحمد الفضلي وعدت كرة أخيرة لصالح فريق النصر عمر السومة. مباراة يعني صعب الواحد يتوقع وفي الجول. ثلاث دقائق أعطى وقت بدل ضايع، مضت دقيقتين ونص إلى كيتا الكرة معاه، كيتا إلى طلال العامر إلى أحمد، خالد إبراهيم يحاول يتقدم، يلعبها إلى أحمد الظفيري، أحمد إلى خالد، وخلص الوقت تقريبا إلى الدقيقة الأخيرة، وتوصل إلى الثواني الأخيرة وليس الدقيقة الأخيرة، من الدقيقة الأخيرة ثواني إلى عبد الرحمن عوض يقطعها طلال العامر، وخلاص الوقت، خلاص ثلاث دقائق أعطاهم القادسية 2 النصر 1، وأنت راح يطلق صفارة عباس الشمري معلن عن نهاية المباراة بفوز القادسية 2-1 على النصر. يتأمل النصر أنه يفوز في ملعبها 1 لأشياء القادسية، أو التعادل 2-1 2-1 طبعا يعطي ركلات ترجيح للفريقين. إلى أن نلتقي في مباراة مقبلة، لكم تحياتي، وإلى اللقاء مع زملائنا في الاستديو، لكم تحياتي، حمد أبو حمد، وإلى اللقاء.